crashing, hit a wall right now. Hi, welcome back to my channel. النهاردة هعمل لكم فيديو جديد عن منتج جديد. منتج النهاردة اسمه The Ordinary Peeling Solution. لو عايزين الفيديو يبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة. زي ما انا قلت لكم منتج النهاردة اسمه The Ordinary Peeling Solution. اول حاجة كده خلينا اعرفكم على شركة The Ordinary. شركة The Ordinary دي شركة كندية بتعمل منتجات سكين كير للبشرة، وكمان دي من احسن الشركات اللي بتعمل منتجات للسكين كير، بس بيقللوا من اسعارها جدا، وكل منتجات الشركة دي كويسة جدا، وبنصحكم ان انتوا تشتروا من منتجات الشركة دي. بس منتج النهاردة اسمه The Ordinary Peeling Solution اللي هو معروف بلونه الاحمر. المنتج ده بيستخدم كماسك للوش، بيتحط على الوش من 7 لـ10 دقايق، ما بيتسابش على البشرة اكتر من 10 دقايق، وبيستعمل من مرة لمرتين في الاسبوع. ما ينفعش يستعمل اكتر من مرتين في الاسبوع، ولما نيجي نستخدمه ما ينفعش يتساب على البشرة اكتر من 10 دقايق. المنتج ده بيقشر البشرة، يعني بيشيل الطبقة الاولى اللي على البشرة اللي هي طبقة الجلد الميت، ولما بيشيل الطبقة دي او بيقشرها بيشيل معاها البلاك هيدز والوايت هيدز، وبيعالج الحبوب والاكني، وكمان بيخلي البشرة ما يبقاش فيها دولنس او بهتان كده. بس كل ده مش بيتعالج مرة واحدة من اول استعمال، في ناس بيحتاج معاها شهر او شهرين عشان تتعالج، ده لانه بيستعمل مرتين اكتر حاجة في الاسبوع، والماكسيمم بتاعه 10 دقايق بس، مرتين في الاسبوع اكتر حاجة. بس هو بالنسبة لي من اول استعمال باين ان هو بيقشر البشرة، بس من اول استعمال كمان بيبان البلاك هيدز بتتشال، انه بيشيل الطبقة الاولى، والطبقة الاولى من البشرة دي بيتشال معاها البلاك هيدز والوايت هيدز. المنتج ده بيقشر البشرة لانه فيه احماض، الاحماض دي جاية كلها من فواكه، مفهوش اي مواد كيميائية، وفي ناس بتخاف تستعمله من لونه الغامق اللي هو الاحمر. بس لونه الاحمر ده جاي من فاكهة اسمها التاسمانيان بيبر بيري، ولونه مش مفهوش اي مواد كيميائية، بالعكس ده كويس جدا للبشرة، بس الاحماض دي ما ينفعش تفضل على البشرة اكتر من 10 دقايق. اول ما يتحط على البشرة كده ممكن تحسي بشوية شوية حرقان صغيرين كده عشان الاحماض، عشان البشرة بتمتص الاحماض. بس قبل ما تستعملوه لازم تحطوا حتة صغيرة كده على بشرتكم عشان كتست، يعني عشان في ناس بيبقى عندها حساسية من الاحماض دي. وكمان ما ينفعش يتقرب من العين، لانه لو نقطة صغيرة كده دخلت في العين هتحسوا بحرقان مش طبيعي كده، فحاولوا ان انتوا تبعدوه عن منطقة العين. المنتج ده كويس جدا، وزي ما انا قلت لكم بيستعمل مرة لاتنين في الاسبوع اكتر حاجة مرتين، ولما بيجي يستعمل ما بيتحطش على البشرة اكتر من 10 دقايق، الماكسيمم بتاعه 10 دقايق على البشرة. وكمان حاولوا تبعدوه عن نقطة العينين او مكان العيون. وكمان نقطة مهمة ان الـ AHA فيه 30% والـ BHA 2%. وده كان فيديو النهاردة عن منتج The Ordinary Peeling Solution. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وكمان شير للفيديو. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. It's in my head.